في يونيو 2014 سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل، ثاني أكبر مدن العراق. وفي هذه المدينة بالذات أعلن التنظيم قيام ما سماها الخلافة الإسلامية. قدر عدد سكان الموصل قبل الحرب بحوالي 2 مليون نسمة، غالبيتهم من العرب السنة. والمدينة تستحوذ على أهمية استراتيجية، فهي تتحكم بطرق التجارة في الشمال، وبشكل خاص الطريق السريع الرئيسي باتجاه سوريا وثاني مدنها حلب. طرق أخرى تصل المدينة بتركيا شمالاً وبغداد جنوباً. أما أهم سدود البلاد الذي يسيطر عليه الأكراد فيقع على بعد 50 كيلومتراً شمال المدينة. إلى ذلك تمكنت القوات العراقية في يوليو 2016 من استعادة قاعدة القيارة الجوية الواقعة على بعد 60 كيلومتراً جنوب الموصل. وفي أكتوبر 2016 شنت القوات العراقية بدعم من قوات التحالف الدولي معركة استعادة الموصل التي أسفرت عن السيطرة على الجانب الشرقي للمدينة خلال 3 أشهر. وقد بدأت معركة استعادة السيطرة على قسم المدينة الغربي في 19 من فبراير 2017.